لطالما شكك الناس بسنة ورسالة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يتهموه بالكذب والبهتان في عصر أبي جهل فقط، بل في عصرنا أيضاً. لكن الله تعالى سخر أكثر من 1.5 مليار مسلم للدفاع عنه وعن سنته. هدف هذا البرنامج تسليط الضوء على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغة العلم. وصية نبوية وحقيقة علمية. مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن الاعتدال في الطعام والشراب. الإسلام دين الوسطية حتى في الأكل والشرب، وليس هناك في الإسلام حرمان، بل هناك نظام. وموضوعنا كما سبق وأن قلت الاعتدال في الطعام والشراب. أمرنا الله تعالى ورسوله الكريم بالاعتدال وعدم الإسراف، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. شبه النبي الكريم المعدة بالوعاء، ووفقا لهذا الحديث فقد قسم المعدة إلى 3 أقسام: ثلث منها للطعام وثلث للشراب، أما الثلث الأخير فهو ضروري لنفس الإنسان، ومن زاد عن حد الاعتدال أضر بجسمه وساءت صحته. هل أكد العلم الحديث هذا الحديث؟ سنرى. هي حقائق أثبتها العلم الحديث بالدليل والبرهان، أجمع عليها الأطباء المسلمون والأجانب، وهو أمر معروف منذ القدم. قال الحارث بن كلدة طبيب العرب في الإسلام: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. وقال أيضا: إدخال الطعام على الطعام هو الذي أهلك البرية وقتل السباع في البرية. فأمراض الجهاز الهضمي وداء السكري وأغلب الأمراض التي يعاني منها الناس اليوم بسبب التخمة. لذلك فقد لجأت العديد من المراكز الطبية في العالم إلى الصيام كوسيلة لتطهير الأجسام من سموم الإفراط في الطعام. يقول الأطباء: حينما يمتلئ أو تمتلئ المعدة تماما، تضطرب مضخة التنفس، ولا يصل كل الدم الوريدي غير المؤكسد إلى القلب بسهولة. يؤدي ذلك إلى عدم قدرة الرئتين على التمدد الكامل، وهو بدوره يؤدي إلى اضطراب يؤثر على جميع أجهزة الجسم. إذا زاد الإنسان عن قدر الحاجة من الأكل والشرب، تحولت الأطعمة إلى سموم أورثته الضعف والوهن. تقدم العلم وتطور وسائل الفحص والتشخيص أفضى لمعرفة الأضرار الناجمة عن الإفراط في الأكل. في المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة، ولمدة تزيد عن 22 سنة، قام مجموعة من الباحثين بدراسات علمية على القرود لمعرفة سر العمر الطويل، وتوصلوا إلى أن الإكثار من الطعام وراء الشيخوخة المبكرة والأمراض المرتبطة بالسن، وأن الإقلال من السعرات الحرارية يرفع منحنيات البقاء على قيد الحياة. وجد الباحثون أن القردة التي اتبعت أنظمة غذائية قليلة السعرات بقيت محافظة على شبابها مدة أطول، كما عانت أمراضا أقل مما عانته مثيلاتها التي أعطيت طعاما كثير السعرات. وقد أجريت دراسات أخرى على القوارض، واكتشف العلماء أن الأطعمة الغذائية المنخفضة السعرات تؤجل عند القوارض حدوث معظم الأمراض الخطيرة المعروفة في آخر أو أواخر الحياة، بما فيها سرطانات الثدي والبروستات والجهاز المناعي والمعدة والأمعاء. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه،
يعتبر هذا الحديث قاعدة أساسية في علم التغذية، والأطباء ينصحون اليوم بعدم الأكل حتى الشبع وترك مساحة للماء ونفس الإنسان، وهو حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عدم الإسراف في الطعام والشراب لا يحفظ صحتك فقط، بل هو عبادة تثاب وتؤجر عليها. ولا ينسى المؤمن أن يحمد الله لأنه أطعمه وسقاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاللهم لك الحمد، أطعمتنا وسقيتنا ورزقتنا، ولا زالت نعمك تهطل مدرارا علينا. لك الحمد في السر والعلن، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إن الإسلام يمنحنا الوقاية قبل العلاج. قواعد الصحة والسعادة ليست في دساتير الغرب، وإنما هي في قرآننا وسنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى هنا تنتهي مشاهدين حلقة اليوم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكت عيني من الشوق لك.